FM. الكلمة ليك. إيفينمون دو لا سيمين. في الإيفينمون دو لا سيمين نحكيو على حدث الأسبوع هذا، مسرحية عرض راقص مسرحي للمسرح الوطني إخراج نجيب بن خلف الله، ألهاكم التكاثر فوس كوش، العرض اللي خذا برشا جدل الجمعة هذه بعد ما الممثلة الأردنية كتبت ستاتيو وزادت على العنوان هذا. نجيب بن خلف الله يبدو أنه غير عنوان المسرحية وتخلى عن ألهاكم التكاثر. قعدت كان فوس كوش معنا بالتليفون. نجيب بن خلف الله مرحبا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حسن، شنو الأحوال؟ والله لاباس. شنو اللي صار نجيب بالضبط؟ برشا كلام، برشا كتيب على الفيسبوك، برشا انتقادات لنجيب خلف الله على تغيير العنوان. اعطينا من عندك انت شنو اللي صار بالضبط، لماذا غير نجيب خلف الله عنوان المسرحيه؟ اوكي، يقولوا غير، نحكي عربيه احنا، كيقولوا غير يعني العنوان كان اسمه كذا واصبح اسمه كذا. اوكي، كل ما في الامر انه لكم التكاثر تحتها فوس كوش، كي صار جدل على العنوان من ايمه نقابة الأيام وزارة الشؤون الدينية باش تولي بوليميك وتكبر الحكاية ويركبوا على الحدث وإحنا على أبواب انتخابات وفما اللي يصطادوا في العكر. أنا جبتها كل روح رياضية، خليت فوس كوش باش ما نعطيش الفرصة جوستومون أنهم يكسروا البروجي ويركبوا عليه ويوصفوه 6 سنين، وأنت تعرف 6 سنين هو العمل ديجا يتساءل في 6 سنين هذوما إحنا وين وفين ماشيين واللي صار واللي ما صارش، تساؤلات ومحاسبة واقتراع نتاع يسيرش ما صار شيء، المهم هات نصلحه ونعاودوا من جديد. دونك مش خليت ولا غيرت، انا لحد ما الوجه مع روحي بيني وبين روحي ما ندخلش انا مؤسسه ضيفتني في متاهات اللي انا معناها دخلتهم فيها وعندهم بها حتى علاقه، هذا من ناحيه. اثنين، ما نعطيش الفرصه لتجار الدين واللي يستادوا، انا نقول يستادوا في العكر لانه يقول لك زاد اخويا حسام اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هل نجيب بن خلف الله كان لا يعلم قبل ان يسمي العنوان؟ يعني نجيب يعني ما كنتش تتوقع شنو نجم يصير بتسميه كما هكا لعنوان مقتبس من القران الكريم؟ طبعا ما كنتش انا معناها استغربت كيفاش خذيت المنحه هذه الكبيره كلها، هذيك ماهيش هذاك الاوبجيكتيف، خاطر فما شكون تقول لك نجيب يشارش البوز، انت تعرف اني انا والتيرا وكان نلوج على البوز، راني ما قعدتش نستنى 6 سنين بعد الثوره. داكور، وما قعدتش نتفرج. لا هذه حتى حد ما يشكك في قيمه نجيب خلف الله في مساله البوز، نجيب المجتهد، نجيب اللي المكون، نجيب اللي عنده اعمال، عنده سنوات يشتغل ويبحث في الميدان هذا، حتى حد ما نجم يشكك في هذا. سوف كو العباد لاموا عليك، المسرحيين بالاساس شفنا دي كومنتير ساعات فيهم تجريح، فيهم حتى شتم لنجيب خلف الله، ما نعرفش عندك فكره ولا لا. وكانه انا مانيش برشا فيسبوك ما تعرف، لكن الناس مع الاصدقاء ويكلموني بالتليفون، مثالش انا روح رياضيه زاد نحترم آرائهم وحتى كان سبوا مثال الشيفاغراف أبريتو، أنا النية طيبة بالأساس، وأنا اللي غارني إنهم هما ما شافوش المحتوى تاع العمل بيدو وشنو يقترح العمل في حد ذاته وما قراوش حتى الديبليون شنو مكتوب فيه وعلى شنو يحكي وعلى شنو يتسائل. وآخر الديبليون احنا بمبادرة بسيطة من احنا قلنا سيبور إن جورني مونديال دو سيسي لو فو، قلنا تقولوا علاش لا نهار في العام كما فما نهار للمسرح نهار للسينما نهار للتدخين نهار لحقوق الإنسان والقائمة طويلة، قلنا احنا علاش لا اليوم العالمي لوقف اطلاق النار، خلينا نحيو السلاح على شيرة ونحكيو على الانسان كانسان، اجا نشوفوا نلقاو حلول على ميافل ونداو للسلم وللتعايش. هذاك كله حطوه على شيرة وكبشوا في العنوان اللي كما قلت لك نقولوا اسالوا اذا للذكر ان كنتم لا تعلمون. انا استشرت ونعاود نقولها، يجوز يجوز يجوز، وما عملتش العيب وما تعديتش على المقدسات وما مسيتش من القران، لكن اللي حبوا يركبوا فما معناها اخويا حسام مينيموم تاع وعي. انا ما نعطيش الفرصه لعباد، انا نعتبرهم تجار الدين، وكان مشاو مشاو وشافوا تحييد المساجد وكان نحاو الفتنه اللي في المساجد وكان نحاو الخطاب التكفيري والدعوه للقتل، كان مشاو تلاقوا بهذوكم، والله يمكن تكون الفائده خير للبلاد. سي نجيب والله استغربت انا. سي نجيب، يمكن الكلام نتاعك زاد هز برشا عباد اليوم، كانه تحلت قضيه جديده او ملف جديد حول حدود نتاع الفن او حدود التسميات او حدود انه اليوم الفن كيفاش باش يوصل التعبير نتاعه. راه بوزيتيف خويا حسام، لانه هاتنا نحطوا نحلوا ديبا ونعملوا نقاشات وشنو الحلال وشنو مش حلال وشنو اللي نجموا نعملوه وشنو حدودنا. ما احنا عملنا دستور وحريه الضمير وحريه المعتقد وحريه التعبير وهذاك كله، اين نحن من هذا؟ ايش نتفاهموا ونعملوا خطوط حمراء ونقول لك غادي ممنوع، حدك غادي انت ستوب انت تفوش با، وشكون يقرر هذايا؟ يعني شكون
ثم زوز آراء مختلفة. ثم اللي يقول الفن عنده حدود الحر، ثم حتى حرية التعبير عنده حدود، ثم يقول الفن ما عندوش حدود ويأخذوا أمثلة مقارنة في العالم الكل ويقول لك إحنا مش خاطر الفن نعمل فيه في بلد مسلمة، يعني ثم حدود أخلاقية وإلا دينية تنجم توقفني. وهذو مزوز آراء موجودة كما قلت أنت. الديبا يظهر لي مهم اليوم باش نفتحوا نقاش في إطار التحذر من غير السب والشتيمة، لأنها ما هيش باهية في كل الحالات. أنا شخصيا ضد كون يتسب الفنان على موقف وإلا على فكرة أبريتو موقف. حتى اللي يقولوا نجيب خلف الله خاف، شنو يجاوبهم نجيب؟ يقولوا نجيب خاطر برشا اتهموك قالوا خاف بالحكاية هذه وكأنه خاف على روحه. لا إذا نقول لك حاجة، هذه مش كلام هذا قول وفعل. أنا من بالنسبة للموضوع هذا وهؤلاء الناس تسمع وأكتشهد، أنا ما عندي من خاف لا من إكس لا من إجراج، وكان هاكا ظلمت أنا وحليت ديبا واني ندور في شارع برقيبة، واللي عنده حاجة معايا يتفضل، ومانيش خير من شكري بالعيد، ومانيش خير من البرامي ولو أنه لا يقارن أما مثالش، مانيش خير من اللي ماتوا على تونس، اللي حاشوا بيه يتفضل. ما أنا هذه كلمة خوف لا تتشبه لي، لا عندي بها علاقة ولا من طبيعتي، واللي عنده حاجة يتفضل. الكلمة ليك